تعد قدرة الخالق وعظمته شديدة الروعة والجمال في الطبيعة. هناك من الأماكن شديدة التفرد خصوصا لألوانها، ومن هذه الأماكن المسارات المائية الموجودة في أماكن مختلفة من الكوكب. إليكم 10 مسارات مائية بألوان هي الأكثر جمالا وروعة في العالم. رقم 10، شلالات كاواسان. في الفلبين جنوب مالفا يوجد هذا المكان الرائع، حيث قامت الطبيعة بتشكيل أماكن خاصة لهذا المسار المائي. هناك بحيرة رائعة بشلال يهبط في اللون المبهر لتلك المياه. على مقربة منها أو من على مسافة معينة من الممكن رؤية هذا اللون الفيروزي الذي يميز هذه المياه. يمكن لأي شخص الاستمتاع بهذا المكان إلى أقصى حد. رقم 9، مياه الدماء المغلية. هي مياه حرارية تبلغ درجة حرارتها 78 درجة مئوية، ويرجع هذا اللون الذي يشبه الدماء إلى تركيزات الحديد الموجودة في هذه المياه، هذا بالإضافة إلى عرضها البالغ 1300 متر مربع وعمقها البالغ 30 متر. هو مكان يزوره الكثير من السائحين إلى جانب السكان المحليين من اليابان. رقم 8، النهر الأخضر. تحدث في كندا ظاهرة شديدة الغرابة، وهذا في متنزه محافظة كلوستينغ. يتحول لون هذا النهر إلى الأخضر الفاتح، وتحدث هذه الظاهرة لمدة ساعة في النهار بالكامل. حتى يومنا هذا لا يزال البحث جاريا لمعرفة سبب ظهور هذا اللون الرائع. يظن البعض أن هذا يعود إلى مادة كيميائية أو ظاهرة طبيعية ما. رقم 7، خليج ألاسكا. في خليج ألاسكا تحدث إحدى الظواهر الأكثر جمالا وإثارة للدهشة حول العالم. المحيط منقسم إلى جزئين، وهذا يعود إلى أن نصفه عبارة عن مياه مالحة والنصف الآخر مياه عذبة. عندما يتقابل النصفين فإنهما لا يختلطا. هي من الظواهر المذهلة التي تتسبب في هذا اللون المبهر. رقم 6، نهر البلة. نهر يسيل في مقاطعة ويلبا في جنوب غرب إسبانيا. يعد من أكثر الأنهار إثارة للدهشة لأنه معروف بلونه المائل للحمرة. يعود لونه إلى تجويه المعادن التي تحتوي على كبريتيد من المعادن الثقيلة. تقع هذه المعادن في المناجم أسفل النهر. يجري هذا النهر لمسافة 100 كيلومتر حتى يصل إلى وادي ويلبا الذي يندمج مع نهر وديال. في هذا المسار من الممكن ملاحظة هذا اللون الرائع. رقم 5، البحيرة الخضراء. في كولومبيا هناك بحيرة يميل لونها إلى الخضرة، وهذا نظرا لمادة الكبريت التي تملأ فوهة البركان. يشابه اللون الرائع لهذه البحيرة لون الزمرد. المياه دافئة وفي بعض المناطق تكون أكثر سخونة حتى إنها تصل إلى مرحلة الغليان، وهذا بسبب الأبخرة. من الممكن اعتبارها من مناطق المياه الحرارية الأكبر في العالم. رقم 4، جزيرة بورا بورا. تقع في بولينزيا الفرنسية التي تعد إحدى المناطق الأكثر بعدا في العالم. يتميز هذا المكان بأنه يشبه الجنة، وهو المكان المثالي للاسترخاء، كما أنه من المناطق السياحية البارزة نظرا لجماله الساحر. ليست كل المياه على الجزيرة شديدة العمق، ولكن أكثر ما يميزها هو اللون الفيروزي الرائع والشفاف للمياه. رقم 3، البحيرة الحمراء. في بلدية كامارونيس شمال تشيلي تقع بحيرة تتميز بالكثير نظرا للونها الأحمر. تتراوح درجة الحرارة فيها بين 40 إلى 50 درجة مئوية. من المتوقع أن هذا اللون يعود إلى الطحالب التي تعيش في أعماقها، أو ربما إلى الصخور التي تصبغ البحيرة بلونها. رقم 2، بحيرة كيليميتو. في أندونيسيا هناك بحيرات ملونة في بركان كيليموتو. يتغير لون هذه البحيرة من تلقاء نفسه، وذلك بسبب الأبخرة والغازات التي تنبع من داخلها
بدرجات حرارة مرتفعة، مما يؤدي إلى تفاعلات كيميائية تتسبب في تغييرات تؤكسد عناصرها. أما عن الألوان التي تظهر فهي واضحة بشدة وفي الوقت نفسه براقة للغاية. رقم 1 وأخيرا، نهر قوس قزح. في لاماكارينا بكولومبيا هناك نهر بسبع ألوان، يعود هذا إلى الطحالب التي تعيش أسفل المياه والتي يتميز كل منها بلون متفرد، مما يجعل هذا النهر يبدو وكأنه قوس قزح نظرا لأن ألوانه تختلف من مكان إلى آخر في النهر. هذا كل شيء لليوم يا أعزائي. أي من هذه المسارات المائية العشر وجدتها الأكثر روعة وجمالا؟ اترك تعليقا في الأسفل، لا تنسى الضغط على زر أعجبني إذا أعجبك هذا الفيديو، اشترك معنا الآن في القناة ليصلك منا كل ما هو جديد من قناة متع ذهنك. والآن إلى اللقاء في الفيديو القادم، شكرا على المشاهدة، مع السلامة.